Feather to fire, fire to blood, blood to bone, bone to marrow, marrow to ashes, ashes to snow. Pluma a fuego. Fuego a sangre. Sangre a hueso. Hueso a tuétano. Tuétano a ceniza. Ceniza a nieve. Feather to fire, fire to blood, blood to bone, bone to marrow, marrow to ashes, ashes to snow. Feather to fire, fire to blood, blood to bone, bone to marrow, marrow to ashes, ashes to snow. عفوا على انه راح عندنا غزو امامنا غزو سلمي وهو انعاش هذه البلاد بجميع الوسائل واخا نعرفوا نخليو فيها روحنا وقاتنا وصحتنا كيف ما كان الحال. هذه البلاد كتب عليها الله انها تنجح. شبير عزيز إلا شيء واحد، أننا علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب إلى غربه. علينا شبير عزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق بالصحراء ولنصل الرحم مع إخواننا في الصحراء. ليس نداء فضيلة فقط، ونداء حاجة ومصلحة عربية. نحن في حاجة ماسة إلى أن تجتمع الشعوب، ولكي تجتمع الشعوب على رؤساء الدول العربية أن يتناسوا، لا أقول أن ينسوا ولكن أن يتناسوا. المسألة كلها تمرين وترويض للنفس. إذا نحن ألزمنا نفسنا بالتناسي سنصبح ناسين، ولكن لابد لنا من أن نتخطى بعض المراحل أو بعض الخطوات
وأن تتغلب رؤيتنا السياسية الاستراتيجية على الرؤى المحلية الجهة. احنا عندنا غزو امامنا، غزو سلمي، وهو انعاش هذه البلاد بجميع وسائل، وخا نعرفوا نخليو فيها روحنا وقاتنا وصحتنا كيف ما تنجح هذه البلاد، تكتب عليها الله انها تنجح.
الطريقة الوسيلة الأولى التي تجعلنا في ثمن هذا كله
وهو عدم الخلط بين الدين والسياسة، وهو أن لا نجعل الإسلام مطية لأطماعنا التوسعية، كيفما كان الطامع موجودا وأينما كان موجودا في العالم الإسلامي. أنفسهم ولا عند المسلمين، حتى نمحو من طريق كل مسلم وجود الرهبانية لا الصغيرة ولا المتوسطة ولا الكبيرة. يجب علينا أن يكون في التساكن والتسامح ورفق التسامح. ثالثا، أعتقد أن أن الإسلام إذا أراد أن يكون تلك الرسالة العالمية، وإذا أردنا نحن المسلمين أن نؤكد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وأرسل للعالمين كافة، علينا أن لا نكون متزمتين.
غزو أمامنا غزو سلمي، وهو إنعاش هذه البلاد بجميع الوسائل. وخا نعرفوا نخليوا فيها روحنا وقاتنا وصحتنا كيف ما كان، هذه البلاد تكتب عليها الله أنها تنجح. Cette chanson-là rappelle mes amours. Je vois quand tout se déclare de la main fenêtre. Qui voit quand tout se déclare de la main fenêtre. Il est qu'on y parlait de rose et de commande. Je sais qu'on y parlait de rose et la main fenêtre. Qui cette chanson-là rappelle mes amours. Je ne sais plus très bien comment t'es-le, comment je sais ce plus très bien. J'estime que le rythme, ceci est un aspect nouveau. Le rythme des changements de la vie est un rythme très rapide. Et la civilisation, la société, telle que nous avons été obligés de l'apprendre, c'est la société actuellement, telle qu'on nous l'enseigne, où la mode de vivre est à prendre ou à laisser, malheureusement. L'Occident est entré chez nous de toute façon. Il est entré par effraction. C'est à prendre ou à laisser. On n'a pas le bénéfice d'inventer, on n'a pas le choix. On était obligé de la prendre telle qu'elle. Il y a des choses que nous n'avons pas digérées. Il y a des comportements que nous n'avons pas digérés. One of these.